تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 29 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 14,869 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 27 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 557,652 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10,903 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1,820 طن و660 كيلو سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 4 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 37.5 طن أقماح، وكذلك ضبط 4,945 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 27 طن. كما تم ضبط 9 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 72 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,740 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 469.5 طن. كما تم ضبط 171 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يقرب من 363.5 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 865,585 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 269,033 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,107 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 186 سائقا منهم. كما تم المرور على 42 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 170 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 173 مركبة وتبين مطابقتها جميعا لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 336 سيارة و53 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 9,518 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,307 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,852 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,644 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,676 مخالفة ملصقات وضبط 52 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 372 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79,343 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 73,615,666 جنيها.
وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 307 قضية، من بينها 146 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و161 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 28 قضية بقيمة مالية بلغت 23,755,337 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1538 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,271,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,656,807 جنيها.